باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اسالكم سؤال وبصراحه نجاوبه، ومش انا يعني كل واحد يجاوبه بينه وبين ضميره وبينه وبين نفسه وبينه وبين ربنا. مين فينا لما بيروح لاب اعترافه ويعترف بيقول يا ابونا، يعني ممكن اقول انا بكذب، انا بشتم، بقول خطايا، مين فينا بيقول الأب اعترافه بصراحة يا ابونا أنا إنسان طماع، أنا بقالي 30 سنة باخد اعترافات، 31 سنة ما سمعتش واحد جي وقال لي يا ابونا أنا طماع، عشان مش طماعين. طب بينه وبين ضميرك محدش فينا ما بيطمعش في حاجة سويخاخد حاجة يستحوذ. الحقيقة الحقيقة كلنا بنسب مختلفة فينا حتة طمع، فينا حتة طمع. أصل الطمع ليه أشكال كتير، الطمع ليه أشكال كتير، ولما هنقول إيه أشكال الطمع هنكتشف إن كلنا بصورة أو بأخرى اتحببنا بالطمع، بس إحنا عاملين نفسنا إن إحنا مش طمعين، لكن احنا طمعين. ودايما بقول كده، ما هتيجي في القصص، هتيجي في القصص وهثبتها لكم ان احنا كلنا طمعين. وعاوزين نتكلم ليه على الطمع، لان الحقيقه عندنا مشكله. ايه المشكله دي؟ المشكله ان في رساله بولس الرسول لاهل كورنثوس الاولى بيقول كده، ما حدش يضحك عليكم. يعني ايه ما حدش يضحك عليكم؟ خلاص 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 خلاص، محدش يضحك عليكم. بيقول كده، أم لستم تعلمون أن الظالمون لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون اللي هم الشذوذ الجنسي ولا مضاجعو الذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا تدخلون ملكوت السماوات. يعني ممكن جداً أكون شتمت، وأنا عارف إن الشتيمة شتيمة، لكن مين فينا بيقول أنا طماع؟ مين فينا حاسس إنه طماع؟ علشان ما أطولش عليكم، في كتاب كان اسمه المحاربات الروحية، لحد اسمه سيوفان الناسك. سيوفان الناسك ده قال إيه؟ قال إن كل الناس عندها أمراض أساسية في الحياة الروحية. أحد هذه الأمراض الخبيثة الثمانية، أنا مش هقولهم، مش وقتهم دلوقتي، الطمع. وقال حاجة عجيبة جدا، الطمع هو الخطية الوحيدة اللي مولود بها الإنسان. يعني ما فيش طفل عنده سنة بيكذب لسه ما تعلمش الكذب، صح؟ ما فيش عندنا طفل عنده سنة بيقع في شهوة جنسية أو جسدية، صح؟ ما عنديش طفل عنده سنة لسه بيرضع من صدر أمه عاوز شهوة موز باللبن، ما عندناش، يعني ما فيش طفل عنده شهوات كده، صح؟ لكن الحاجة الوحيدة اللي في الطفل ده ومولود بيها هي الطمع، فما حدش يقول لي إنه مش طمع، وهثبت لكم إن كلنا طمع. استنوا عليا شوية بس، حبة حبة، كلنا طمعين. فقال حاول كده، على فكرة سيوفان الناسك قال كده، وكان في واحد قبليه قال نفس الكلام اسمه يوحنا كاسيان، قال نفس الكلام ده، قال إن الطمع أشر الحروب اللي موجودة جوه البشر ومحدش حاسسها وموجودة فينا كلنا، وكلنا بنكابر عشان الصفة وحشة فما بنقولش إن احنا طمعين، بس كلنا فينا الطمع. قال لك عاوز تعرف ازاي الطفل طمع منذ الصغر؟ لو الطفل ده جاله أخ بينهم وبين بعض سنة ولقى الصغير على حجر أمه، هو عاوز يعمل إيه؟ حجر ده بتاعي. طب ما بتاع أخوك، طب أنت ساعة وأخوك ساعة. أنا أدي طمع. اتفرجوا على الأطفال اللي معاه موبايل يطفيه خالص لو سمحت، اتفرجوا على الأطفال لما يكون ماما مثلا بتعمل لهم حاجة على التلفزيون، كل واحد يتفرج على التلفزيون ربع ساعة، يا واقفين لبعض ايه؟ مش عايز اقول لكم يعني.
فالطمع موجود. اه بيقول لك انك لو حطيت ملبسه في ايد طفل وحاولت تاخدها منه يمكن تكسر له صباع فيها عشان تعرف تاخدها من ايده من كتر ما هو تعتش تعتش تعت. دي معناها ان الطمع موجود في النفس البشريه. اه موجود في النفس البشريه. وعلى فكره لما كبرنا وبعندنا 50 و60 سنة ايه اللي حصل معانا؟ اقول لكم ايه اللي حصل معانا. هقول لكم حاجة تثبت كده. احنا كنا بنتكلم على الطفل والملبسة مش كده؟ طيب انا هفترض مثل، احنا 2 اخوات ولاد وبعدين بابا راح السماء وساب لنا شقتين. خليكم بس معايا، جاي طمع جاي اهو، والاتنين مساحتهم 150 متر، شقة بحري وبتطل على نصيتين والشمس بتخشها كده ساعتين ثلاثة الصبح، وشقة قبلي بتطل على منور وشارع جانبي وقبلي. وبعدين احنا بقى مش طمعين ولا حاجه خالص. وبعدين بابا بقى راح السماء والشقتين على المشاع، فانت هتاخد واحده وانا هاخد واحده. هتاخد النين. الله 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 الله، ما انت قلت انكم مش طمعين. ما تسيبها لاخوك يا حبيبي. يقول له اختار انت الكبير برضو يعني. يقول له لا برضو انت الصغير وبابا موصيني عليك، اختار انت الاول. يقول له يعني انا اختار؟ يقول له اختار. يقول له انا هاخد البحر. يقول له مبروك عليك. ومراته ايه مولع يعني، ما علينا، انتوا واخدين بالكم من اللي هيحصل؟ لكن في طمع، في طمع. انتوا بتتريقوا على الطفل والملبسه، طب ما احنا لما جبناها ده ممكن يبقوا 2 بنات بيجيبوا العربية، واحدة حمرة وواحدة، أو طالبين الاتنين حمر، فواحدة جت حمرة وواحدة جت رصاصي. أنا عايز الحمرة، أنا عايز الحمرة. لا ده الطمع موجود، سواء في شقة، في وظيفة، في وظيفتين، وبعدين الوظيفتين وانت صديق عمري، بس احنا اللي محتاجين الشغل. لو جات لك وما جات ليش انا هبقى فرحان لك قوي؟ لا، في طمع. انا بس بتلكوا ان الطمع موجود بصورة او باخرى، لكن انا عاوز اتكلم نمرة واحد على اشكال الطمع، 2 خطورة الطمع، 3 علاج الطمع، وبنعمة ربنا نخلص الموضوع ده كله النهاردة ولسه عندنا شوية وقت. ايه اشكال الطمع؟ لحسن يكون انا عندي يعني 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 مش متخيل ان انا عندي الطمع ده. الاباء وصفوا الطمع ازاي؟ ها الطمع ايه؟ طب عكسها ايه؟ الاكتفاء، الانسان ياخد اللي عايزه بس، او اللي على قده بس، او اللي هيستهلكه، ده اسمه الاكتفاء. يبقى اي حد عايز حاجه اكتر من اللي انا عاوزها أو محتاجها الآباء اعتبروه طمع. على سبيل المثال، أول صورة من صور الطمع دي بسيطة، والناس اللي عندها دي مش حاسة إنها طماعة، حاجة اسمها الاقتناء، حب الاقتناء. واحد يقول لك أنا غاوي فناجيل. طب أنت عندك كام فنجال في البيت؟ عندي 18 فنجال. طب يعني حضرتك لو شربت في كل يوم في فنجال يعني هتخلصهم؟ لا، بس أنا أشوف فناجيل في الباترينا ما أعرفش إلا أشتري فناجيل. وكل واحد بقى لغية. دي اسمها أول صورة من صور الطمع، ودي صورة بسيطة اسمها حب الاقتناء أو حب القنية. واحدة بتحب الشوبينج. طب أنت عندك لبس يكفيك السنة دي والسنة الجاية؟ آه، بس البحر يحب الزيادة. على فكرة البحر يحب الزيادة دي مش من عندنا، دي سليمان قالها في سفر الجامعة. قال لك كل الأنهار بتفضي في النهر والفهر لا والنهر والبحر ليس بملآن. وقال على العين لا تشبع. يعني ايه العين لا تشبع؟ عايزه تجيب، عايزه. يبقى اول حاجه اسمها ايه؟ حب القني. صوره تانية من صور الطمع اسمها الاستحواذ. يعني ايه الاستحواذ؟ التكويش، عايز كل حاجه لنفسي. احكي لكم حاجه شخصيه.
أنا مش عارف بس يعني عواقب اللي هحكيه ده هيكون هي إيه، بس أنا هحكيه. رحت مرة جيب بنتي من الحضانة وهي عندها 4 سنين، حضانة مريمور أسنة 5 سنين أعتقد. فأنا داخل أجيبها لقيت مقعدين كل 4 أطفال على إيه؟ على ترابيزة، وحط لهم قطع خشبية بقى صغيرة 4 ألوان أزرق وقطع خشب كده، ويقول على شكل جمل ولا على شكل عشان يلعبوهم. فمرة يقولوا البني يتجمع والأزرق يتجمع، وبعدين مرة يقولوا الجمل يتجمع، حاجات زي فاهمين يعني لعب أطفال كلها. أنا دخلت لقيت بنتي قاعدة على الترابيزة عاملة كده لما كل القطع في حضنها، لما كل حضن في حضنها، والعيال كلها متأرنبة عاملة كده خايفين منها، مش عارف ليه خايفين منها. فأنا استعجبت بس فضلت واقف من بعيد. فيعيني في ولد تجرأ مد إيده راح اديته على دماغه، معرفش بيسموها بلحة ولا بيسموها ايه كده كنا بنلعبها زمان، خبطته على راسه من فوق. طب ليه يا حبيبتي كده؟ قالت لي بتوعي انا. يا بنتي مش بتوعك، ده بتوع الحضانة، بتوعي انا. يعني هو نشكر ربنا لما كبرت ما بقتش كده حسن. لكن انا بتكلم على منظر انا شفته بعيني، حاجة في الغريزة اسمها الاستحواذ. انا عاوز ايه؟ الحاجة ليا انا، يبقى القنية والاستحواذ. لما كبرنا وبقينا شمامسة مثلا، عارفين الشمامسة اللي بيلبسوا ابيض دول، تلاقي واحد كده يفضل يتحرك 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 لغايه لما جه جنب الميكروفون، ده اسمه الاستحواذ برضه. ليه؟ عاوز هو اللي يقود وهو اللي يقول. طب والباقيين مش مهم، المهم انا اقول، ده اسمه ايه؟ استحواذ او تكويش. جزء تاني او شكل تاني من اشكال الطمع. ايه بقى الشكل التاني من اشكال الطمع؟ شكل اسمه الجشع. يعني ايه الجشع ده؟ تلاقيه مثلا عند التجار، يبقى عنده البضاعه وعاوز يلم كل البضاعه اللي في السوق مهما دفع فيها عشان تبقى في مخزنه، وبعد كده ايه؟ يتحكم في سعر السوق. طب ما انت بتكسب، طب المانع نكسب اكتر. ايوه بس انت بتكسب على حساب الناس اللي مش لاقيه تاكل. السوق عرض وطلب وشطاره. لا ده مش شطاره، ده طمع. انت ممكن تكسب في المعقول، بس انا عشان عندي جشع عاوز اكسب كل المكسب اللي في الدنيا. احنا قلنا كم صورة دلوقتي؟ نمرة 1 القنية، 2 الاستحواذ، 3 الجشع، 4 صورة تانية من صور الايه؟ الطمع، اسمها النصيب الاكبر. يعني ايه النصيب الاكبر؟ دي القصة بقى بتاعت المانجا اللي بحكيها لكم، اللي هو البيت اللي فيه 5 مانجات، وبابا كتب كده المانجا غاليه السنه دي، فكل واحد ليه مانجايه، وانت دخلت اول واحد هتختاري اي مانجايه فيهم. وانت هتختار اي مانجايه فيهم؟ لا لا لا، انا مش هختار الكبيره في الاول. الاول عارفين كلاب الشرطه اللي بيدور على المخدرات دي؟ همسك واحده واحده وافضل اشم فيها لغايه لما الاقي اللي ايه، اللي ريحتها كده مستوية وبنت حلال. يعني خدي بالكو، لقيت 2، أول ما لقيت الاتنين مستويين الاختبار التاني قال يعني القطمة هتفرق. بس تتصوروا كل الناس كده، أول ما بتبص على الحاجة العين بتنقي الأحسن ليا، صح؟ بس من غير ما تحس. لما أنت بتختار الأحسن ليك سبت الأوحش لأخوك، صح؟ يبقى ده طمع، اسمه طمع الايه؟ النصيب الاكبر. كل حاجه بقى، بنتين اخواته جات لهم بلوزتين، هي تختار اي بلوزه الاحلى. كله كده، كله كده. ده اسمه صوره من صور الطمع اسمها النصيب الاكبر او محبه النصيب، يعني نسميه الاكبر او النصيب الافضل، هي هي. صورة تانية من صور الطمع اسمها الأنانية. يعني ايه الأنانية؟ يعني انا ما بفكرش الا في ايه؟ في راحتي انا، نفسي انا. طب والباقيين يتصرفوا، هيعرفوا يتصرفوا. طب هو كويس انك انت تصور او تفكر في راحتك على حساب تعب اخوك؟ ودي مشكلة، إن الناس كلها عاوزة ترتاح على حساب الناس التانية، فالناس التانية بتتعب أكتر.
ما علينا. احنا الاول قلنا ايه اشكال الطمع علشان كل واحد يحاسب نفسه هو يعني في حته طمع ولا ما فيهوش. فطلعنا في مثل الشقه ومثل المانجا ومثل مش عارف مين، ان طلعنا فينا حته طمع، بالرغم ان ما حدش فينا بيروح لاب اعترافه ابدا ويقول له انا طماع، لان خطيه مخجله انها تطلع من بقي. معقول اروح اقول لاب اعتراف انا طماع؟ انا بفضل راحتي عن راحه مراتي، انا بفضل راحتي عن راحه ولادي. لا ما انا ابونا عيني فرغ ما علينا يعني، وجبت الكبيره وكلتها. لا ده اكبر حاجه تثبت لنا، احنا بنتكلم بالراحه وببساطه كده، تثبت ان ناس فيها طمع. الاوبن بوفيه في الافراح وخاصه لما يكون في مكان 7 ستارز، تلاقي الواحد شايل طبق، هو طبق بس هو تحول لصينيه. ازاي بقى؟ هرم ده اوقات الناس بتختار اكل مش عارفاه، يقول له ايه ده، يقول له لافاند لافون، اي حاجه في اي حاجه حط منه. طب انت عارفه ده يطلع ايه؟ مش مشكله. طيب ما تاكل على قدك، وبعدين لو جعتها تاني يقول لك يمكن يخلص، محدش ضامن. وبعدين الناس بتجيب وما بتاكلش اللي جابته، بس احنا جوانا طمع، جوانا طمع. لك العين لا ايه؟ لا تشبع. ابقى انا فرحان بشقتي، وبعدين الاقي حضرتك ساكن في فيلا او في قصر، اطلع مش هقول الحمد لله ان انا عندي سقف وما عندناش زلزال ولا عندنا حرب اهليه في بلادنا ولا ان احنا متهجرين، او اللي هي دي الناس العايشه، والناس تقارن وتتعب. كل دي ردود افعال لحاجه بتقول ان انا جوايا حته طمع لسه ما تبتش عنها. تبان ازاي؟ برضو قلتها لكم في حته تانيه، بس كانت في حرب اسمها حرب الغيره والمقارنه. لو انا عرفت ان انا احنا الاثنين دفعه واحده، وانا يمكن كنت اشطر منك، وبعدين قابلتك وبقول لك انا بقيت اخد الحمد لله 10,000 جنيه، وانت تقول لي انا بشتغل في شركه بترول باخد 55,000 جنيه، اتخذت انا، اتخذت ليه؟ طب ما المرتب بتاعي مكفيني، بس هو بياخد ايه؟ طب ليه ما اخدش انا؟ ليه انا ما اخدش ال؟ وفي كل مره تختلف مع انسان في حاجه وتقول عليه على فكرة أنت طماع، أنت بتشاور على نفسك أنك أنت طماع، لأنك أنت كنت عاوز تاخد اللي هو إيه خده وأنت ما خدتوش، يعني أنا طماع برضو زي صح. خطورة الطمع إيه؟ إحنا كده دخلنا في السؤال التاني، أنتوا بقى تشتركوا معايا شوية علشان إيه ما تناموش. خطورة الطمع إيه؟ لا 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 لا، ده مثل في العامية ده. لا، خطورة الطمع ايه؟ لا، واحد واحد بس يقول. لا ده مش لا لا، انا بحب مراتي وكل حاجة، بس برضو خدت المنجاية الكبيرة وقلت أصل أنا الراجل اي حاجة. لا لا، خطورة الطمع ايه؟ لا، ما الأنانية دي صورة من صور الطمع. انا بقول خطورة الطمع ايه؟ الطمع وحش في ايه؟ لا مش سامع. اوكي، الطمع ممكن يقود لخطايا اكتر. سيبه دلوقتي، سيبه الاكتر. خطوره الطمع ايه؟ انه ممكن يقود لحروب بين شعوب. عايز اوسع الارض بتاعتي، مش مهم كم فلاح هيموت في الحرب دي، ومش مهم كم عسكري هيموت في الحرب دي، المهم ان المملكه بتاعتي تتوسع. ده طمع اهو. الطمع كمان يقود للظلم، لان ما دام انا اخذت النصيب الاكبر واشتهيت وخططت ان انا اخذ الاكبر، يعني ظلمتك واديتك الاوحش والاصغر، لان انا اخذت الافضل. عرفتوا ليه الطمع مش هيخش السماء؟ لأن بولس قالها بس ما خدتوش بالكوا، قال ما حدش يضحك عليكوا لا ظالم ولا طماع، لأن الطماع هيظلم. صح؟
يبقى شوفوا بقى خطورة الايه الطمع. قلنا نمرة واحد يقود لخطايا أكبر زي القتل أو الحرب أو الظلم. إيه تاني خطورة الطمع؟ الطمع خطير في إيه تاني؟ ها ها تاني تاني إيه؟ لا ما أنا ممكن أحس ما دام أنا خدت الحتة دي منك مبسوط بصراحة. لا أنت قصدك ملهوش نهاية، بس دي مش خطورة، مش خطورة، لا لا خطورة. أنا عاوز خطورة، عاوز خطورة زي ما قلت بيقود للظلم. في حاجة ما خدتوش بالكم منها قلتها في كورنثوس، أنه لا يدخل ملكوت السماوات. أنتوا ليه ما خدتوش بالكم من دي؟ لا يضلكم أحد لا زناة ولا مضاجع ذكور ولا فاسقون ولا شتمون ولا طمعون. ده الطمع مش هيخش السماء لأنه كسر وصية المعطي فبسخاء، والمعطي المسرور يحبه الرب. ده ظلم، ده قسى، ده ما فكرش إلا في نفسه، ده ذاته عالية قوي وعنده استعداد إنه يعمل أي حاجة عشان يحصل على أكتر. يبقى دي خطورة الطمع. من خطورة الطمع كمان إن الطماع عمره ما شايف ان دي خطيه ولا بيعترف بيها ولا بيتوب عنها. امال شايفها ايه؟ شطاره. صح، شطاره، شطاره. يعني انت في السوق وانا في السوق، وبعدين انت ابتديت تقع وعارض شركتك لانك عليك ديون قد كده اهو، شقتك وبضاعتك تساوي 100 مليون، حق ربنا ده يساوي 100 مليون، هاخدها انا منك ب 2 مليون؟ سيبه لما يفرفر، سيبه لما يدبح، هيدلل عليها ب 50 مليون، ساعتها ناخدها منه. دي شطاره، دي تجاره، قدام ربنا ده ظلم وجساره، مش شطاره، ده طمع. لان انا عارف ان قيمتها كام، وعارف انك مذنوب، وعارف انك حتى لو انا خدتها منك بالسعر الفير اللي هو 100 مليون برضه يا دوبك انت مش هتطلع بمليم، انت يا دوبك هتسدد البنوك عشان ما تخشش السجن. بس انا هاخدها ب 50 مليون لما تفرفر تحت رجليا، تخش السجن ما تخش السجن ده بتاعتك انت. شايفين الظلم؟ شايفين الطماع ممكن يعمل ايه؟ وعمر ما في طماع بيقول أنا طماع، بالرغم أن الطمع فينا كلنا بنسب متفاوتة. عشان كده لا بتوب عنه ولا بقدم ندامة عنه، لأن أنا شايف أن دي إيه؟ شطارة. شايف دي شطارة. الطماع من خطورة الطمع كمان أنه للأسف يورث. عارفين يعني ايه ورث؟ يعني ايه ورث؟ ما هو بالطريقه اللي انا بفكر بيها ورثتها لمين؟ لاولادي. فانا جنيت عليهم لان علمتهم ان هي دي الشطاره. تصوروا يا جماعه، بياع قاعد لغايه 8 بالليل متبقي معاه 2 كيلو بلح عشان يركب مواصله واتنين علشان يروح، واقول له البلح بكام؟ انا بقول لكم احنا بنقع في ايه وفاكرينها شطار، وخاصه انتوا يا ستات. من البياع اللي يقع تحت ايديكم. فبقى اقول له ايه؟ اقول له كام الكيلو؟ معروف ان الكيلو في السوق ب 20 جنيه، انا بقول اي ارقام، انا ما اعرفش اسعار اي حاجه في الدنيا، عشان حد يضحك عليا انا ما اعرفش اسعار حاجه. انا بس عرفت النهارده ان البصل ب 30 جنيه، ده اللي سمعته النهارده. دي عشان عارف انا بقول لكم ما بخبيش عليكم حاجه، اللي عارفه بقوله. دي عرفتها النهارده. المهم يعني وسمعتها واحده بتقول الواحده يعني. المهم خلاصه الكلام، فالبلح ب 20 جنيه. وخلاص ده اخر 2 كيلو يعني، ولا اخر حاجه. بقول لك ايه؟ هاخد الشيله على بعضيها ب 10 جنيه. يا مدام دول 2 كيلو يعني ب 40 جنيه. اولا بدل ما تشيليهم وتروحي شايلاهم وجايهم بكره، ده انا هريحك. هروحك خفيفة
ايوه بس دول تمنهم 40 جنيه. انا بعرض عليك هم كده كده بيتين لك، انا بجبر خاطرك ب 20 جنيه، يلا مش 10، 20 جنيه. انت راجعه شطاره تقولي اخدت ال 2 كيلو ب 20 جنيه، وربنا الملاك الحارس يقول لك اه يا سارقه، سرقتي جهد وسرقتي عرق وسرقتي واحده محتاجه، انت ضيعتيها النهارده. حد فينا فكر ان دي طمع؟ دي شطاره. انا ما بقولش ان البياع يسرقك، بس ما ينفعش نستغل تعب الناس وجوعنا. ده اهل زمان اللي كلهم بركه يقول لك اوعى تفاصل مع بياع، لان ايه يقول لك دي الحسن المخفيه. قالوا الحسن المخفيه، كانك انت يعني ايه سبت له، بس بسبب الضيق اللي فيه كل الناس عايزه تاكل بعضيها. ما هو لما الضيق يزيد والفقر يزيد والفلوس تقل الناس تعمل في بعضها كده. لكن هنفضل احنا مسيحيين قدام ربنا مش المفروض نبقى طمعين؟ طب احنا لسه ما عالجناش الغضب. طب انا عرفت ان انا عندي طمع، وكلنا فينا طمع بنسب مختلفه، ايه التدريب اللي هناخدها في حياتنا العمليه علشان نبطل طمع؟ احفظوا بقى، مش هسألكم، هقول ثلاث اربع تدابير ورا بعض. لا، أول تدريب حاجة اسمها التأخير، وتاني تدريب اسمه الإقلال. يعني إيه التأخير؟ التأخير معناها إنك تأخر اختيارك للحاجة. يعني هو في دوشة بره ولا حاجة؟ طيب حد من الخدام كده يشوف القصة. بصوا بقى هقول لكم يعني ايه التأخير. يعني انا قاعد في مكان وهيقدموا صينية فيها كانز، فيها بيبسي وسيفن وأورنج، وكله بيبسي، اسف كله سيفن وأورنج، وفي اتنين بيبسي، وانا عيني على البيبسي، وبالصدفة أنا كنت تالت واحد قاعد. أنا أقول كلام بسيط يعني أطفال، بس فينا كلنا يعني. هل ممكن أنا اللي جوايا بيقول لي تقدم ومد إيدك قبل ما حد ياخد البيبسي، ده اللي جوايا، اللي جوايا بتاع الطمع ده، ممكن أجل الاختيار؟ لو إحنا خمسة قاعدين أنت قامتك ما تجيبش إنك تكون آخر واحد، لا أنت بتقول آخر واحد، لا مش هتجيبها، مش هتجيبها، ما أنت طماع، العفو يعني. بس انا فيعني انت نفسك تكون اول نفسك تكون اول واحد وتختار، صح؟ انا بقول لك على الاقل خليك نمره اتنين. كون انك انت قدرت تقنع نفسك انك تبقى نمره اتنين بدل نمره واحد، دي اول درجه في حاجه اسمها التاخير. انا باخر الاختيار، مش اول واحد قلت انا هاخد الصفرة خمس بلالين. بعلم ولادي ما يكونش عنده الطمع، قال له لا، مش اول انت واحد تختار، خليك انت تاني واحد تختار. بعد ثلاث سنين هقول له خليك انت ثالث واحد تختار. لما يكبر قوي وينمو في محبته لربنا وفضيله الترك، ممكن نقول انا اخر واحد اختار، ولو ما فيش خالص نشكر ربنا لان النفس الشبعانه تدوس العسل. على الاقل يبقى اول تدريب اسمه تدريب الايه؟ التاخير. في حلقين انت وهي هتختاروا حلقين. ما انت هنا في الكنيسه تقول اسيبه لها، ما اعرفش عند السايخ هتعمل، بس خلاص 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 ما علينا. اوكي ما علينا. يبقى اول تدريب اسمه تدريب الايه؟ تاني تدريب اسمه الاقلال. يعني ايه الاقلال؟ يعني خلاص انا لوحدي والخمس منجات بتوعي، هو لازم اكل اتنين؟ هم معسلين قوي وحلوين قوي، يعني لازم اقعد كده القعده باتنين؟ طب ما كفايه واحده، كفايه واحده. فاكرين حكايه الاسقف اللي بحكيها لكم، اللي جه لما ياكل طبق رز بلبن عندنا هنا في الكنيسه اكل معلقه واحده؟ فبقول له يا سيدنا يعني هو ما عجبكش ولا ايه؟ قال لي لا حلو. قلت له يا سيدنا عندك سكر ولا ايه؟ قال لي لا الحمد لله ما عندي السكر. فبقول له طب ليه ما اكلتش غير معلقه؟ ده الطبق كله بتاع رز ولبن، اي يعني حاجه صغيره قوي. قال لي يا بونا
الطعم كله في المعلقة الأولى، ناخد التانية ليه؟ تصوروا لو احنا ماشيين بالنظام بتاع سيدنا ده، حد فينا هيحتاج يعمل رجيم؟ احنا بنعمل رجيم ليه؟ لأنه ناخد المعلقة المية واحد، ما بناخدش المعلقة الأولى ونكتفي. احنا بنفضل قاعدين لغاية لما الواحد تجيله حموضة، وبعد ما تجيله حموضة يقول لك باين عليا تقلت، هتسيب نب بقى نهضم. ده معناه ايه؟ شره وطمع في الاكل. يبقى التدريب الاولاني اسمه التاخير، التدريب الثاني اسمه التقليل او الاقلال. تعالوا نشوفوا التدريب الثالث. التدريب الثالث خدمه المحتاجين. من اكثر الحاجات اللي تكسر نفس الطماع ان يشوف في ناس اقل منه وبتشكر ربنا. من الدروس اللي اتعلمتها لما رحنا مرة نخدم في السودان، عشوائيات السودان، ما عندكمش فكرة الدنيا شكلها ايه. كانوا جايين من جبال النوبة اللي في غرب السودان وشمال السودان، ويعني حالتهم صعبة قوي قوي. اتعلمت اللي متعلمتوش في حياتي هناك يا جماعة. كنا بناخد معانا صفايح، عارفين صفايح؟ صفايح جبنة، بس مش جبنة، صفايح مربى، والحقيقة هي مش مربى، هي مش مربى، مش عارفة أفهمها لكم. عارفين شوربة المربى؟ مش شوربة المربى، جيلاتين المربى، جيلاتين المربى. يعني المربى بتبقى فروت، فروت يعني يتينة يا فراولاية وحواليها الصوص بتاعها. احنا بقى بناخد شربات المربى ده او الجيلاتين بتاع المربى، لان دي بتبقى رخيصة جدا ودي بواقي مصانع، فكنا نشحن الحاجات دي ونروح. طبعا الاطفال هناك امنيتهم ايه؟ اقصى حاجة حلوة ايه تفتكروا؟ ان احنا نجيب لهم رغيف الشامي بتاع الفول بتاع زمان ده، اللي كان بتحط فيه الرغيف الشامي الابيض المدور، نفتحه ونحط فيه لحسة مربى بالسكينة. ده بالنسبة لهم جاتوه فايف ستارز، من اشهر محل جاتوه في العالم. وكنا نقسم الولاد في سنترز، وكل سنتر فيه كذا فصل، وكل فصل فيه بتاع، ونقسم ونقسم بالعدد يعني. فكنا نقسم للولاد ونقول لهم يلا نقول أبانا لازم، وتفضلوا كله. ولا ولد ياكل. عارفين ليه؟ لازم يتأكدوا كلهم ان كل العيال معاهم. عارفين لو لقوا فيه اتنين تلاتة ما لحقوش يعملوا ايه؟ الفصل كله يعدي ويدي لكل واحد لقمة من السندويتش بتاعه، فاللي ما خدش ياخد له 30 لقمة أكبر من السندويتش نفسه. لا يمكن حد يحط في بقه لقمة من اللي متلحسة بمية المربى إلا لما يطمن إن كل أخواته خدوا، حتى لو هو ما خدش، وتفضل السندويتش في إيده لما يتأكدوا إن كلهم خدوا، كلهم ياكلوا. والعجيب تلاقي ولد يقطع نص السندوتش ويحطه في جيبه، تقول له ليه؟ قال له عشان لما اروح ادي لاخويا. احنا ولادنا كده. احنا عندنا غير كده يعني. الواد يبقى ماسك كيس الشيبسي بيبص في كيس الشيبسي بتاع اخوه قبل ما اكل كيس الشيبسي بتاعه. طب اشبع بكيس الشيبسي بتاعك ونجيب لك تاني. يقول لك لا، اصل ده بالشطة وده بالخل وده بالملح وده بالمش عارف. احنا قلنا كم تدريب دلوقتي؟ نمرة واحد التأجيل، تأجيل الاختيار. اتنين التقليل. تلاتة خدمة المحتاجين. أربعة التفكير في أخويا. يعني ايه التفكير في أخويا؟ هي حقيقة، هي حقيقة. أنا لما بختار لنفسي الأفضل أترك لك الأسوأ، وده ربنا شايفه كويس قوي. لو أنا بفكر في أخويا بحب المسيح اللي حبهوني ووصاني على أخويا لما قال كما أحببتكم أنا تحبون بعضكم بعضا، صدقوني الأفضل هدي لمين؟ عارفين تحسوها إمتى؟ لما أنتوا تبقوا كبار ومعاكوا أطفال، تلاقي نفسك بتاخد من حقك انت وتدي للطفل، تقول مش مهم احنا ياما اكلنا يا ولاد، احنا ياما شربنا يا ولاد، الدور عليكم. هو ايه اللي حصل؟ علشان انا حبي لابني بالغريزه
أكبر من حب لنفسي، فأنا ببدي ابني عن نفسي. صح؟ علشان كده لو أنا بحب أخويا فعلا أمام الله هبديه عن نفسي. فكر في أخوك، فكر في أخوك، ما تفكرش في نفسك. فكرت في نفسك ما أنت أناني زي العالم كله. فكر في أخوك تبقى مسيحي وبتطبق وصية المسيح. حاجة أخيرة، تدريب اسمه تدريب العطاء. يعني إيه تدريب العطاء؟ إن أنا بجبر نفسي وبعلم ولادي إزاي يدوا. في أحد البيوت في تقليد حلو قوي. التقليد ده إيه؟ أنا هقوله لكم وإنتوا هتفهموه. يقول لك إن البيت فيه خير، مثلا في فاكهة، في موز، في جوافة، في بلح، واتفر الفاكهة إيه، لو في آخر ثمرة تفضل في الطبق لغاية لما تلم الهموش، وتيجي الأم في الآخر خالص لما تصفر وتبوظ أو تسود وتروح رمياها. طب هو مش حرام يا بونا الفاكهة تترمي في الزبالة؟ عندنا احنا حرام، عند ربنا فرحان. طب ربنا فرحان ليه ما فيش؟ لا ليه انتوا خدتوا بالكم المثل؟ كل واحد دخل ولقى الثمرة دي قال لا مش أنا اللي أخدها. لما مراتي تيجي تاكلها هي أولى، تعبانة طول النهار دي بتشتغل وبتيجي تتمقت في البيت هي أولى مني، وأنا بخرج كتير يا ما باكل بر. تيجي الأم تقول إيه؟ بابا لا ده بيتعب علشان قوي، نسيب له الإيه الثمرة دي. وبعدين هما الاتنين يسيبوها للواد، والواد يقول لا بابا وماما. فاكرين الترنيمة بتاعت كان في عنقود عنب؟ نفس القصة دي. يعني إيه عنقود العنب؟ كل واحد يترفع عن إن آخر ثمرة. أنا مش عارف ده بيحصل ولا لو أنت دخلت ولقيت آخر ثمرة يا الحمد لله ده لك ربنا بيحبني، ربنا بيحبني، دي علامة من علامات حب الله إن أنا جيت قبليهم. ربنا حب، أنا عارف بحب المانجا، ربنا سابها لي. وفي واحد يقول لك لا 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 آخر ثمرة دي ولا كأني شفتها، واللي يخش وراه يقول له ما شفتهاش، واللي يخش وراه يقول ما شفتهاش، واللي يخش وراه يقول ما شفتهاش. ففي الآخر يحصل لها إيه؟ تبوظ وتترمي. فتيتا تقول يا مش حرام يا حبايبي الحاجات دي تترمي، بس ربنا يبقى فرحان لأن كل واحد من ولاده تعفف في العطاء وبدى أخواته عن نفسه، بدل ما يكون هو طماع ويقول يلا نفسي. طولت عليكم؟ طب أنا اتكلمنا النهاردة عن الطمع وأشكاله وخطرته وتدريب لعلاجه. ربنا يديني ويديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.